والبحث العلمي. في الحقيقة في يعني ذعر شديد في محافظة الدقهلية، وفي طبعا من خلال الصحف النهاردة كان مكتوبة يعني منشطات أولى كده إن في ناس كتيرة قوي من الأهالي ابتدوا يشعروا بقلق كبير جدا، لأن أولاد من المحافظة أصيبوا بمرض التهاب الملتحمة الفيروسي، والأعداد عمالة بتزيد في الحقيقة. يعني إحنا مصر النهاردة سجلت مع المصابين في محافظة الدقهلية، إحنا هنسمع منهم إيه اللي حسوا بيه بالظبط والحالة واصلة لحد فين، وهنرجع معانا تعليق أيضا بعد كده من الدكتور حاتم الجبلي. تفضلوا. انا كنت في المدرسه ما فيش حاجه، وبعد كده روحت كنت كويسه، وما جيت يعني اما صحيت النهارده لقيت نفسي كده. انا رحت المدرسه دماغي وجعتني، انا ما كنتش حاسه بيها خالص. اول امبارح عينيها بتقع راسها وما كانتش لسه حمراء، امبارح زادت شويه، والمهم ما رضتش اديها علاج. جت النهارده لقيتها عينيها محمره. بابا قال لي خديها وديها المستشفى دلوقتي. امبارح انا صحيت من النوم طلعت عينيا مقفوله. دي تعب امبارح ده، فعينيا اتقفلت وفجاه كده الحمد لله فتحت وكده، فدي طرحت المدرسه النهارده فتعبت، فاجى مدير المدرسه قال لها روح ما عدتش تيجي اليوم السبت. نزلت من البيت ما كانش فيها حاجه، فهي العدوى يعني منتشره في البلد. يعني العصريه كده طلعت عيني وقعت من جوه، بعد كده نمت بقى للصعاد تاني يوم الصبح طلعت عينيا حمرا، كان في عيال كتير كان عيال بتوجعها وحمرا. في المدرسة؟ في المدرسة وجعاني وجع جامد، جبت قطرة ما عملتش حاجة القطرة، رحت امبارح المستشفى هناك يعني ما فيش بيستعانوا الناس ولا علاج ولا بيستعانوا الناس خالص. احنا فوجئنا بالحالة دي مجرد بس يومين تلاتة اتلقينا المرض ده انتشر ومش عارفين اصله ايه. في الحقيقة الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم طلب من مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بضرورة التأكد من نظافة المدارس وتوافر المطهرات، علشان طبعا يتلافوا أي فيروسات ممكن تنتشر أكتر بين الطلبة، خصوصا من الواضح أن المرض ده معدي، هو بالفعل معدي. في نفس الوقت ضرورة حصول التلاميذ المصابين بهذا المرض على أجازة لحد ما يتعافوا ويرجعوا بعد كده للمدرسة. في حاجة تانية عايزين نقول لحضراتكم، أنه ده ظهرت المرض ده ظهر في الأسبوع الماضي في 12 مدرسة بمدينة المطرية بواقع 80 إصابة، تتصاعد الإصابات بتزداد على طول وبطريقة رهيبة. يعني حتى المصاب التلميذ المصاب لما بيرجع البيت بيعدي حتى أخواته لما بيروحوش المدرسة لسه. وصلت العدد الأخير للإحصائيات أنه وصل دلوقتي 893 حالة، من ضمنهم 825 في المطرية و68 في المنزلة. عشان نعرف تفاصيل أكتر احنا معانا دلوقتي لقاء خاص ببرنامج مصر النهارده مع الدكتور حاتم الجبلي من داخل غرفه العمليات بوزاره الصحه. عرفنا الخبر يوم الاربع بالليل، بلغنا من اداره المطريه انه في حالات، في 82 حاله لالتهاب اللي هو المذكور طبعا التهاب العين، وده كان من خلال الطب الوقائي. هما بدأوا يلاحظوا الحالات من يوم الاثنين اللي قبله، اللي هو كان يوم الاثنين 18. طبعا طلع فريق من الوقائي من الإدارة المركزية وقائي، وهذا الفريق راح مدينة المطرية وابتدى يرصد التغيرات. لو حضرتك خدت بالك ان ادي محافظة الدقهلية كلها، محافظة الدقهلية مكونة من 17 مركز، احنا مشكلتنا موجودة في منطقة المطرية هنا. طبعا المشكلة في المطرية انها مجاورة لمحافظة بورسعيد ومجاورة للشرقية، وبالتالي ومجاورة لمحافظة دمياط، فبالتالي ان المرض ممكن ينتشر الى الثلاث محافظات دول. طبعا هو المرض، عشان برضو ندي للساده المواطنين تصور، هو مرض بسيط للغايه وممكن يروح من غير اي علاج،
هو بيعمل احمرار في العين وساعات بيعمل ألم في العين وساعات بيعمل توريم في الجفون. هو مشكلته من ناحية الصحية انه بينتشر بسرعة جدا وبينتشر في الظروف الصحية الغير جيدة، بمعنى الناس اللي بتغسلش ايدها كويس او ما بتحافظش على نظافتها الشخصية. واخطر حاجة في الانتشار هو ان الواحد يستخدم فوط او مناديل او مناشف بتاعت حد تاني اصلا مصاب بالمرض. المرض طبعا علاجه بسيط جدا، اما بتبقى لو في ورم في الجفون وفي احمرار شديد بتتحط كمادات بارده وبياخد حقن، بياخد قطره لمضاده للحساسيه عشان تقلل الاحمرار بتاع العين انه بيبقى شديد جدا، وبياخد نقط بتاعه مضاد حيوي احتياطي مش عشان في التهاب بكتيري، لكن احتياطي لحدوث احتمال حدوث التهاب بكتيري. احنا طبعا كان عندنا قلق من الجماليه وكان عندنا قلق في المنزله وعندنا في المطريه. فاحنا المطريه لحد الساعه 1 الا ربع الظهر النهارده يوم 22 يوم 23 عندنا 660 حاله في المطريه وعندنا في المنزله 10 حالات. طبعا واضح ان في انتقال حصل من هنا لهنا. الحالات كلها مرتبطه باطفال في ابتدائي واعدادي. الكبار عدد الحالات فيه المصابة قليلة جدا وقطع عندها بيتعمل عن طريق نقل منزلي. هو طبعا برضو عشان نؤكد هو ده التهاب فيروسي، يعني الأساس فيروسي. في بعض قال ده سبب الدخان ومش الدخان بتاع حرق قش الرز، ده ملوش أي علاقة. الحالات طبعا احنا بنتابعها، عندنا 40 أخصائي رمض موجودين في هذه المنطقة بالكامل وكذلك في هذه المنطقة، وفي تنسيق بين التربية والتعليم وبين الصحة بحيث في تنبيه على المدارس انه لو لاحظوا اي طفل عنده احمرار في العين بس يبلغوا العيادة والطفل بياخد العلاج ويقعد في البيت يومين ثلاثة، لانه المرض بيتنقل من واحد لتاني من الاطفال عن طريق التلامس. يعني واحد مثلا عينه فيها الالتهاب وبعدين بعد كده دعك عينه وبعدين سلم على زميله في الفصل، فممكن ينقله العلاج قصدي المرض بسهوله. الفيروس نفسه بيجي من الجهاز التنفسي العلوي زي ما الواحد ينف او يكح او حاجه، وده ممكن يدعك عينه بقى بعدها بعد ما عينه ايده يجي عليها رذاذ او حاجه، وده بدايه المرض عند الشخص. بنتوقع في الايام اللي جايه انه يحصل زياده في الحالات لان دي في مرحله معينه، وبعدين بعد كده بنتوقع انخفاض لاحق نتيجة انه زيادة الوعي. يعني كلما نشرنا الوعي بالاهتمام بالنظافة العامة وغسيل الايدين بماء وصابون وعدم حك العين المصابة اعتقد ان دي هتقلل سرعة انتشار المرض. المرض ده عشان برضو المواطنين يبقوا عارفين، هو حصل ما بين يونيو واغسطس، حصل وباء في او انتشار له في السودان وفي اوغندا وفي تركيا، يمكن اكثر من 7000 حاله سجلوا بتاعه. كان اصلا من فتره كان في جده، انتشر برضه في مدينه جده منذ فتره زمنيه. انما هو بطمن المواطنين تاني ان هو مرض لا يسبب العمى، وهو ممكن يروح لوحده بدون اي علاج لو الشخص استريح لمده يومين او ثلاثه في المنزل. انما احنا بندي القطره تأكيدا مرة أخرى عشان نمنع حدوث التهاب بكتيري مع هذا الالتهاب الفيروسي. في عند سيادتك أي رسالة يعني ختامية تقولها للمواطن فيما يتعلق بموضوع الفيروسات؟ لا، هو طبعا احنا حاليا بالنسبة للمرض اللي هو التهاب اللي هو بيحصل في الملتحمة الفيروسي ده التهاب بسيط جدا ولا يسبب أي من القلق. طبعا لو الولد جاله يقعد في البيت، واهله اهم حاجه باكد عليها تانيه ما يستعملوش الفوط ولا المناديل بتاعه بعض، يعني كل واحد يبقى له فوطه او منديل او حته قماشه بينشف فيها نفسه ما يستعملهاش مع حد تاني، هو ده بس الطلب. وبرده لو هو عنده التهاب في عين ما يحاولش بقى يدعكها ويدعكها بايده وبعدين المرض لعينه التانيه، سهل قوي ان يروح لعين تانيه من نفس الشخص.
غير كده بطمن المواطنين واحنا مش هنقفل مدارس، مفيش مدارس هتتقفل، مفيش فصول هتتقفل، وخلال اعتقد خلال فتره زمنيه وجيزه هيحصل سيطره تامه على هذا المرض. مفيش خوف من انتقال لمحافظات ثانيه حواليك؟ لا، هو في احتمال طبعا. انت لو بصيت هنا، لو بصيت هنا اهو، انت جنبك بورسعيد وجنبك الشرقيه، هو الحاجه الوحيده اللي هتمنع الانتشار هو الوعي، ان الناس تبقى عارفه انه لما حد يبقى عنده عينه ملتهبه او محمره وساعات تنزل افرازات وعنده مثلا جفون وبتاع، يبقى عارفين بقى ان هم لا يستعملوا فوط ولا يستعملوا مناديله، ويغسلوا ايديهم باستمرار وما يدعكوش الشخص ده، ما يدعكش عينه جامد وهكذا. يعني مش اكتر. مش هيتم حجز المرضى او الحج او ما عندناش ولا حد محجوز في مستشفى، المرض ما يستدعيش الحجز في المستشفى. يعني مش عايزين كل حاجة تحصل نقعد نبالغ فيها وبالغوا في الحكاية، ولكن ملتحمة وكأن يعني وباء رهيب خطير هيدغدغ الدنيا في مصر. دكتور حاتم كلم كلام طبي، سيبوكم كلامه كمسؤول، كلامه كمسؤول على عيننا وعلى راسنا، انما هو كلم كلام طبي كدكتور ان ده مرض بسيط. وانا سمعت النهاردة برضو السيد اللواء اسماعيل سلام، سمير سلام، محافظ الدقهلية، اتكلم مع الاستاذة دينا عبد الرحمن في صباح دريم وحكى الحكاية وقال ان ده مرض بسيط، وكلهم بيقولوا مرض بسيط وحكاية بسيطة جدا. عايز بس وعي في استخدام الفوط. الفوط طبعا هو الناس بتقول بالسهل يبقى كل واحد ليه فوطه، طبعا دي مستحيلة ان يبقى العيلة الأسرة فيها خمس فوط وست فوط، على الأقل نغسل ايدينا كل شوية، انما على الأقل ممكن نقطع الفوطة حتتين ويستخدموها اتنين، نخدم حتة قماشة زي ما بيقول منطلون بيجامة ولا بتاع يستخدمه الولد ينشف بيه نفسه. يعني بس هي مسألة وعي ومفيش قلق ومفيش حاجة، والحكاية يعني سهلة. لكن خلي بالكو البعض في الإعلام أو البعض في الأفكار الإعلامية العامة إنك أنت يقولك إيه، اشغل الناس طول الوقت بحاجات تافهة وعبيطة يضيعوا فيهم وقتهم فيها، والحاجات الكبيرة التقيلة ما ياخدوش بالهم منها. دي سياسة إعلامية أمريكية أساسا، يعني أنشئت أساسا في أمريكا، إن لما يبقى فيه، وده يمكن سجله المرحوم المخرج الكبير عاطف الطيب في فيلم الهروب، أظن الهروب بتاع أحمد زكي، سجل فيه الفكرة دي، فكرة في منتهى الخطورة، إنه يقول لك إيه، الناس عايزين نشغلهم عشان نطلع قرارات تانية، فنشغلهم بإيه، اديله في التافه وصدر، اديله في التافه وصدر. اللي حاصل ده حكايه بسيطه جدا ولا تستدعي منشطات جرايد وكلام في تلفزيون وكلام في حاجات. دكاترة قالوا المرض بسيط، نظف عينيك وحط عليها كمادات والموضوع خلص وخلاص، وحكايه بسيطه. وصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. نروح سوق الجمال بقى. هنطلع فوق.